يسار الشاشة سرعة الرياح ودرجة الحرارة. حرارة اليوم جدا ممتازة ولكن 47 درجة مئوية، الرياح عاتية 47% هي الرطوبة، وسرعة الرياح هي 31 إذن في الكيلو متر في الساعة. إذا الرياح عاتية تواجه هذا الأشواط الأخيرة، نتمنى لهم التوفيق. أيها الأعزاء، هذا الشوط يشارك فيه 33 مشارك أو تشارك فيه 33 مشاركة. هذا الشوط خاص بالحقائق البكار. كل الشكر والتقدير والاحترام للجنة المنظمة لسباق الهجن على التنظيم المميز برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. نشكر سعادة الشيخ حمد وعبد الله وأخوانه وأعوانه هنا في أرضية الميدان. مشاهدينا الأعزاء، مقدمة الشوط ذخيرة طالب بن صالح بن طالب بن عقيل المري تعود ملكيتها. هذه ذخيرة على المركز الأول وفي صدارة الشوط بهذا الشكل للفنان والأداء الأكثر من رائع، نتمنى لها السلامة والتوفيق في هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني ومن تتسلل في ثاني المراكز. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء الوصول من قبل الرياضية لمحمد بن راشد بن حمد الهاجري تتقدم إلى المركز الثاني، بينما المركز الثالث الدور دور المركز الثالث ومن تتسلل وتخطف المركز الرابع الشاهينية لمحمد بن فرج بن ذيبان المري، بينما المركز الرابع الوصول والتحرك فيه من العنود سالم بن عبد الله بن سعيد بن بخيت آل بخيت المري، وعلى المركز الخامس اللي تتقدم وتتسلل بن ظبيان علي بن شفيع بن علي الفيده المري. هذا هو ندانا وهذه نتيجتنا للمراكز المتقدمة الأولى، وديم تسلل أيضا بدورها العلي بن صالح بن حمد بن حول المري، وأيضا أشاهد مستوى لحمد بن جار الله بن محمد بن حسين بريدي أيضا بدورها تتدخل إلى عالم النداء والإذاعة، وأيضا وصول من وين علي بن مانع بن يحيى بن علي العجمي. نعود إلى مقدمة الشوط وذخيرة طالب بن صالح بن طالب بن عقيل يقدم لنا الذخيرة في هذا الشوط، داخرها لهذا الشوط وللأشواط القادمة وللمهرجانات الكبيرة، نتمنى لها التوفيق. الذخيرة في هذا الشوط وتعود ملكيتها لطالب بن صالح بن طالب بن عقيل. المركز الثاني ومن تتقدم فيه الشاهينية لمحمد بن فرج بن ديبات المري، وأيضا وصول من ثمينة راشد بن زيد بن راشد آل بحيح على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الرابع بن ظبيان علي بن شفيع بن علي آل فهيدة المري، وأيضا من الجانب الآخر الوصول والتقدم أيها الأعزاء من العنود سالم بن عبد الله البخيت، وأيضا وصول وتقدم من ديم علي بن صالح بن حمد بن لحول. اختلط الحابل بالنابل وانطلقت متابعينا الأعزاء ثمينة. ثمينة انطلقت في المركز الأول وتلاحقها العنود أو تلاحقها وأيضا شعار حمد بن جار الله بن حسين البريدي من الجانب الآخر على ظهر مستوى حمد بن جار الله بن حسين البريدي. يا سلام على المركز الثاني، ولكن ثمينة ثمينة والموقف حساس 800 متر الأخيرة والمعركة طاحنة، وأيضا ما بين ثمينة وما بين مستوى بهذا المستوى الراقي والمستوى الفنان، وثمينة التي تبحث عن الجائزة الثمينة وهي في المركز الأول، وعن جائزة هذا الشوط الثمينة والغالية وهي غالية وتستاهل الفوز. أيضا وصول وتقدم من الدوحة سالم بن صالح بن بريكان المري على المركز الثالث، ولكن تدخل قوي وخطير من وين وين وين؟ هل الكويت واصلين؟ هل ميدان الشهيد علي أو هنا علي بن مانع بودواس العجمي على المركز الثالث؟ ولكن نعود إلى مقدمة الشوط ثمينة راشد بن زيد بن راشد آل بحيح. يا سلام الشوط، شوط ثمينة قفلت الشوط، وين تحاول وين تحاول، ولكن ثمينة تصمد تصمد وتصمد وتصمد مع 200 متر الأخيرة لتهدي السلام، سلام الشوط وناموس هذا الشوط لراشد بن زيد بن راشد آل بحيح. وسلام يا المعراض، سلام سلام يا السيلية، سلام على هذا الفوز المستحق. أبدعت ثمينة، تميزت بهذا الشعار المميز بهذا الشوط، تهانينا والناموس لمالك ثمينة، تهانينا لراشد بن زيد بن راشد آل بحيح المري. المركز الثاني وين؟ علي بن مانع بودواس العجمي. المركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية لخليفة بن عبد الله بن علي العطية. المركز الرابع مستوى لحمد بن جار الله بن محمد البريدي المري. المركز الخامس
المركز الخامس ديمه لعلي بن صالح باللحول المري. المركز الخامس دعناها ديمه لعلي بن صالح بن حمد باللحول. هذه النتيجة أيها الأعزاء، ونشاهد وين وكذلك ثمينة التي تنافست على ناموس الشوط، ولكن ثمينة صمدت في هذا الشوط لتحقق هذا المركز المرموق. وبالفعل كما يقول أحد الزملاء، صمود الجبال رغم الضغوط التي شاهدناها في هذا الشوط. 4:44 جزء من الثانية، وسلام يا المعراض، سلام على هذا الفوز، تهانينا والناموس لمالك ثمينة راشد بن زيد بن راشد آل بحيح المري. المركز الثاني وين والتوقيت وين؟ 4:45:30 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك وين؟ علي بن مانع العجمي. المركز الثالث كان الوصول من الشاهينية، والتوقيت 4:46:75 جزء من الثانية، تهانينا لخليفة بن عبد الله بن علي العطية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.